أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقرأ الفاتحة، وهي فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بها عند جمهور أهل العلم. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، فهي خداج، فهي خداج، 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 يعني غير تمام، والخديج المولود الناقص. وهذه الأحاديث تدل على تعين قراءة الفاتحة، وأنه لا يقوم غيرها من القرآن مقامها. وقراءة الفاتحة ركن في جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، وهي كذلك ركن في حق المنفرد والإمام. أما المأموم فهو الذي اختلف العلماء في وجوب قراءتها عليه، فمذهب الشافعي وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية، وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه قال: باب وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر. أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقا، لا في الصلاة السرية ولا الجهرية. الإمام مالك وأحمد قال: لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية استحبابا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد اختار علماء اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز باز بن عثيمين رحمه الله مذهب الشافعي في هذه المسألة، اختار مذهب الشافعي في هذه المسألة، وهو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. طيب، ما هو القول الوسط؟ وجوبها على المأموم في السرية دون الجهرية، يعني الجهرية ينصت والسرية يقرأ. ومنهم من قال لا يقرأ لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية، ومنهم الطرف الآخر قالوا يقرأ في السرية والجهرية. فالآن بغض النظر عن الراجح، لكن في المسألة كما ترون فيها طرفان ووسط، وبهذا القول الوسط قال شيخ الإسلام رحمه الله أن المأموم يقرأ في السرية دون الجهرية. وقال هذا الذي تجتمع به الأدلة. والمسألة خلافية مشهورة جدا يعني، وينبغي على الناس كلهم أن تتسع أذهانهم ونفوسهم ولا تضيق عقولهم في سماع اختلاف العلماء في هذه المسألة، لأن كثير منهم يدعي الضياع والتشتت وفقدان القدرة على الفهم لما تأتي هذه المسألة، لأن هذه المسألة يحتاجها الناس كل يوم، فينبغي أن يعرفوا أن هذه المسألة من المسائل التي تفاوتت فيها أنظار العلماء واختلفت أفهامهم، فينبغي أن تتسع الآفاق لفهم القضية. ما جمع الله العلماء كلهم على قول واحد في كل المسائل؟ فالعامي ماذا يفعل؟ مذهب ومذهب مفتي، يقلد من يثق به من أهل العلم، وطالب العلم يبحث. العامي الآن مثلا في البلد قد يقول أنا أقلد الشيخ مثلا بن باز أو بن عثيمين، ماذا يقول؟ هذا شيخي وأنا أستفتي وأنا أثق بعلمه، ماذا يقول؟ بالقراءة، فيقرأ. طالب علم يبحث، يذهب يبحث المسألة مثلا فيقتنع بكلام شيخ الإسلام بن تيمية، فيقرأ في السرية دون الجهرية. فالمسألة إذن ليست مما يشنع به ويدعى به عدم القدرة على فهم الدين، وأن العلماء ضيعونا واختلفوا شتتونا وإيش هذا، لأن بعض العامة يحبون التشويش بهذه الطريقة، ومثل هذا ما ليس بمسلك يدل على عقل ولا فهم ولا علم،
ويدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا عام في كل مصلٍ، لأن هذه أدلة الذين يقولون بوجوب على المأموم. وكذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. وما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وحسنه الترمذي والدارقطني والبيهقي والخطابي والألباني وغيرهم، وهو نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية. وأما من قال بعدم القراءة على المأموم فقد أجاب هؤلاء عن أدلتهم، فقالوا قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا عام مخصوص بغير الفاتحة، يعني أنت تنصت القرآن إلا إذا كنت في الصلاة تقرأ لو كنت مأموما للأدلة المتقدمة، ونعتبر العام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والخاص لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، قالوا هذا الخاص الذي تتبعه. وبعض قال العكس، قال العام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، والخاص فإذا قرأ القرآن فاستمعوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما حديث وإذا قرأ فأنصتوا وقد رواه مسلم فإن أكثر العلماء على تضعيف هذه الزيادة، ومنهم البخاري وأبو داود والنسائي وأبو علي النيسابوري ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطني والبياقي كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في الدراية. قال النووي واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم، يعني صحيح أن مسلم قد أوردها في صحيحه، ولكن هؤلاء عدد أكثر والبخاري شيخ مسلم. ولو صح هذا الحديث فهو عام مخصوص بغير الفاتحة، فيكون المأموم مأمور بالإنصات إلا عن قراءة الفاتحة. ثالثا حديث ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا، فقال رجل نعم يا رسول الله، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك. طيب ماذا تقولون في هذا الحديث أنتم الذين توجبون القراءة على الإمام؟ ماذا تقولون في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي أنازع القرآن وأن الناس كفوا عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا حديث ضعيف لا يصح، وعلى فرض أنه صحيح فقوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه فإن هذا ليس من كلام أبي هريرة بل هو كلام مدرج من الزهري، قال النووي وهذا لا خلاف فيه بينهم. طيب بماذا استدل الذين لا يرون القراءة على المأموم؟ بحديث أيضا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث ضعفه البخاري والدارقطني وابن عدي والبيهقي وابن القيم، وقال ابن حجر طرقه معلولة كلها أو كلها معلولة، طرقه كلها معلولة. بعض المعاصرين كالشيخ الألباني حسنه بطرقه وأخذ به الحنفية، طبعا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال النووي رحمه الله الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة كلها ضعيفة وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قلنا بأن المأموم يقرأ في الجهرية فإنه لا يعني ذلك أن يؤذي جاره بل يسمع نفسه فقط. طيب إذن عرفنا الآن الأقوال في مسألة قراءة المأموم، لأن الإمام المنفرد أمرهما واضح، القضية الآن في قراءة المأموم. لا يجب عليه أن يقرأ شيئا لا في السرية ولا في الجهرية كما هو عند أبي حنيفة، يقرأ في السرية والجهرية
يقرأ في السرية دون الجهرية.